انطلق العام الدراسي الجديد في مختلف محافظات مصر حيث انتظم نحو 25 مليون طالب فيما يقرب من 60 ألف مدرسة وسط ضوابط وزارة التربية والتعليم الجديدة للحد من الغياب بالمدارس ومواجهة الدروس الخصوصية هذا وشهدت المدارس حضورا كبيرا في أول أيام الدراسة سواء من الطلاب أو المعلمين والإداريين والهيئات المعونة أجواء من البهجة والسرور على وجوه الطلاب والطالبات هكذا كانت الصورة في أول أيام العام الدراسي الجديد في المدارس بأنحاء الجمهورية القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات كانت في طليعة متفقدي سير العملية التعليمية على أرض الواقع للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال الطلاب بشكل جيد والتأكيد على دور العملية التعليمية في بناء المجتمع كونه أحد أهم ركائز التنمية الشاملة كل سنة طيبين وسنة سعيدة لكل أولادنا ولكن ان شاء الله على تمر العام الدراسي كله باذن الله هنكون معهم جوه الفصول نشوف العمليه التعليميه بتدور ازاي وزي ما اتفقت مع مدير الساده ومدير المدارس احنا هنبدا يومنا ببدايه اليوم الدراسي باب المدرسه هيتقفل لنهايه اليوم الدراسي استعداد مدرسه ومدرس وطالب احنا هنا في محافظه بورسعيد عندنا 534 مدرسه بتستقبل 184 الف طالب هذا العام في جميع المراحل التعليم العام والتعليم الفني. ونتقدم طبعا احنا مرينا على جميع المدارس بفضل توجيهات معالي اللواء كان حرب محب حبشي وتم الاستعداد على اكمل وجه لاستقبال اولادنا والاطمئنان على سلامتهم وامنهم وطمانينه اولياء الامور على حسن العمليه التعليميه في محافظه بورسعيد ان شاء الله وعام سعيد ان شاء الله, الله يلاقوه في المحافظه الباسله باذن الله. طبعا مدارس التعليم الخاص من يعني من فتره طويله وهي في اتم استعداد على قدم وساق استقبال العام الدراسي الجديد طبعا يعني احنا السنه دي عندنا عام مختلف عندنا مبادره للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي بداية جديدة لبناء الإنسان كانت من ضمن أولويات مدارسنا إن إحنا يعني إزاي نزرع في أولادنا الأخلاق وإزاي ننشئ جيل جديد قادر على تحديات المستقبل. تفقدات هدفت في المقام الاول الى التاكد من توفير بيئه تعليميه محفزه للطلاب فضلا عن حث المعلمين على بذل المزيد من الجهد لتقديم افضل مستوى تعليمي وتوفير كافه الامكانيات التي تساعد على رفع مستوى التعليم بجميع المراحل التعليميه المختلفه. وفي اطار اذكاء الشعور بالانتماء للوطن، خصصت المدارس في يومها الاول اول حصصها التعليميه للحديث عن المشروعات القوميه والولاء والانتماء وهو التوجه الذي حرصت عليه وزاره التربيه والتعليم لتعميق الرابط بين المواطنه والهويه الوطنيه بشكل طبيعي اولياء الامور كانوا ولا زالوا في صورتهم التقليديه بجوار ابنائهم في اول ايام العام الدراسي الجديد خاصه اولئك الذين يستهلون مشوارهم التعليمي في صفوفهم الأولى بهدف إزالة رهبة البدايات من قلوب صغارهم فرحانة أنا اللي ديك المدرسة نفسي اطلع مهندس مبسوطه قوي لما جيت للمدرسه عشان نفسي اطلع مهندس جيت المدرسه النهارده وفرحان قوي ونفسي اطلع مهندس روبوتات عام دراسي جديد بدا منتظما وسط فرحه من الطلاب وذويهم لتتضح من اليوم الاول جهود الدوله متمثله في قيادتها التنفيذيه لتوفير العناصر اللازمه لانجاح العمليه التعليميه وتهيئه المناخ المناسب والامن والصحي للطلاب اثناء يومهم الدراسي